أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية للحديث حول عيد الإعلاميين. الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة السابق. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. مساء النور وانت طيبة وكل مشاهديك بخير. مع حضرتك يا فندم إيهاب صبحي مذيع البرنامج. وأول سؤال أحب أوجهه لحضرتك أنه يعني تقييم حضرتك لأداء الإذاعة المصرية في السنوات القليلة الأخيرة مقارنة بما كان يحدث في عهود المجد بقى من أيام 31 مايو 34. أولا أحييك على لغتك العربية السليمة يا إيهاب. أشكرك يا فندم، ربنا يخليك. ده بعض ما عندكم. الإذاعة كثير من الناس يتصور أن دور الإذاعة بيتضاءل وسط المنافسة الشرسة من الفضائيات والسوشيال ميديا والإعلام الإلكتروني والإعلام المقروء. أنا شايف أنه الإذاعة الحاجة إليها الآن ماسة، لأن أنت في بلاد مزدحمة أحيانا الإنسان بيقضي أكثر من 4 ساعات يوميا في السيارة. أيوة. فهو يحتاج إلى الإذاعة، يحتاج إلى الأخبار السريعة، الإذاعة أخبار المرور وأخبار الطقس وأخبار الحوادث وأخبار المجتمع، يحتاج إلى سماع أغنية، يحتاج إلى سماع دراما. وبالتالي الحاجة للإذاعة يعني بقت ماسة، ويمكن كثير من الأكاديميين قالوا إنه التلفزيون قد يذهب بصورته الحالية، إنما الإذاعة تستمر مع التطور التكنولوجي الحادث الآن. الإذاعة من الممكن أن تستمع إليها الآن في أي مكان في العالم، يعني أنت تستطيع أن تستمع إلى الإذاعة المصرية وأنت في أستراليا مثلا أو في نيوزيلندا أو في كندا عبر الأقمار الصناعية وعبر النت وعبر يعني الأداء الإذاعي. أرجع لسؤالك، الأداء الإذاعي الآن في بعض الإذاعات أصبح أكثر رشاقة، أكثر يعني تلبية لحاجات المستمع. الحقيقة الشباب مبشر، ولكن المضمون في الأوقات السابقة كان أكثر عمقا، المضمون الثقافي والمضمون المجتمعي والمضمون السياسي كان أكثر عمقا. الآن الأداء ممكن يكون سريع ورشيق ويتجاوب مع رغبات الشباب، وخاصة في الإذاعات الشابة اللي انت بتسمعها. ولكن انا اود من الزملاء الاذاعيين الجدد الاهتمام بالمضمون، الاهتمام بقضايا المجتمع، قضايا المواطنة وقضايا مجتمعية كثيرة، قضايا اقتصادية، قضايا الصحة، قضايا ما يحدث على مستوى العالم من مثلا من جائحة كورونا. يعني يجب ان نهتم بالقضايا المهمة، إلى جانب طبعا قضايا التسلية والترفيه والغناء والكوميديا، يعني لا مانع من الموازنة بينها. فالأداء الحقيقة بقى أكثر سرعة، وكثير من المذيعين زيك كده بيحافظوا على اللغة العربية. يعني أنا مبسوط إنهم بيحافظوا على اللغة العربية وبيتكلموا لغة عربية سليمة، ويعني بيحاوروا الضيوف بلغة عربية سليمة. لكن في الأداء أحيانا بيصيب بعض الزملاء الاستظراف، وخاصة برضو في الإذاعات الجديدة. أنا الحقيقة بقول هناك فارق بين الحضور وبين خفة الظل وبين الاستظراف بلا داعي مع المتصل أو مع المستمع. هل بتشوف يا أستاذ عبد الرحمن أن احنا بجد بنبني، يعني احنا فعلا ينطبق علينا أن احنا أبناء الجيل الرعيل الاول العبقري اللي كان موجود ده، اللي كان زي ما حياتك بتقول، يعني مثلا انا لما يعني اولا يعني انا مش عايز اتكلم عن التلفزيون، بس انا الحقيقه لا اطمئن لمعلومه الا لما اسمعها في اذاعه راديو مصر، ودائم الاستماع لاذاعه الاغاني 887 و105.8. الحقيقه يعني شايف ان الاذاعه زي ما حياتك قلت حتى علميا يعني بما تسمح للمواطن بانه بيشغل خياله يتصور بقى يعني حسب ما ياتيه التصور، يعني اجمل من ما يحدنا في كادر التلفزيون. لكن حضرتك لمست نقطه شديده الاهميه عايزين نتكلم فيها بعمق شويه، وهي نقطه الثقافه. يعني انا ما بتجرأش احس ان انا
يعني سلسال من ليلى رستم مثلا والناس الكبار دول. احنا مازال طاهر ابو زيد ربنا يديله العمر مازال يعطي في اذاعه راديو مصر وجماله. وما اقدرش انسى الجريده السينمائيه اللي كان بيقدمها مذ كنا اطفالا في السينما، نخش نسمع الجريده السينمائيه بصوت طاهر ابو زيد. دلوقتي بنشوف بالذات في التلفزيون اكتر من الاذاعه، سوري يعني في الكلمة، الضحالة بقى بتاعت كل شيء ناخده بشكل عام وكل شيء نقول من الممكن أن نقول أنه، وبالتقريب قدم حوالي ومن أشهر ما يكون ونختار عملين ثلاثة. إزاي نصلح ده؟ لا يعني أولا عايز أقول أنه نتلافى هذا في مرحلتين، مرحلة عاجلة ومرحلة تستغرق وقت. المرحلة العاجلة الإعداد الجيد، إن يبقى عندك فريق من المعدين بيعملوا على تزويد المذيع أو المذيعة بثقافة الإعداد، بعناصر البرنامج، بالمضمون العميق. المرحلة الطويلة الأمل التدريب، تدريب كل شيء يعني في الخارج. المذيع بيتعلمه، حتى الثقافة بيتعلمها، كيفية استقاء المعلومة بيتعلمها. طاهر أبو زيد بنى نفسه ثقافيا من خلال القراءات والاطلاع، ومن خلال انه الاول اشتغل بمؤهل متوسط، ثم درس الحقوق، ثم عمل بالاذاعه حتى صار طاهر ابو زيد. ليلى رستم ثقفت نفسها وكان وراءها فريق اعداد، منهم مثلا الكاتب الكبير انيس منصور اللي طبعاً اعد ليها لقائها الاشهر مع عميد العدب العربي الدكتور طه حسين. فعايز اقول لك وكبار النجوم كانوا يحسبون الف حساب للقائهم لهذه المثقفه الكبيره ليلى رستم. ما انا بقول لك يعني انت لازم تعمل على نفسك، لازم زي ما بيقولوا كده في العاميه تشتغل على نفسك. أيوة. لازم تخصص وقت للاطلاع، للقراءه، للاطلاع على حتى تكنولوجيا الاعلام، للاطلاع على ثقافه الكتاب يعني. ولازم كمان ابقى عارف احتياج الناس في الشارع لايه، وازاي اصيغ الخبر لو عندي قدره على التحليل بشكل بسيط. الضحاله دي اللي انت اثرتها دي مشكله الاستسهال. مشكله الاستسهال، الاستسهال في الاداء، الاستسهال في طرح المعلومه. انت اشرت الى انك بتستقي المعلومه الصائبه من راديو مصر او من اذاعه مصر، تلجأ إلى إذاعة الأغاني للاستماع إلى الأغاني التي تحبها، سواء كانت أغنيات قديمة أو أغنيات حديثة، بدءا من عبد الوهاب وأم كلثوم، مرورا بعبد الحليم وشادية ووردة وفايزة وفريد الأطرش. يعني الخيال اللي أنت بتتكلم عنه، الخيال الذي تعلمه كبار الكتاب من الإذاعة، وأي كاتب كان بيكتب للتلفزيون أو للسينما لابد ان يكون قد مر على الاذاعه وكتب للاذاعه. وحيد حامد ومحفوظ عبد الرحمن واسامه انور عكاشه وعبد الرحمن فهمي وكل هذه الاسماء. استاذ عبد الرحمن، يبدو ان في مشكله في الاتصال. على العموم انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، واتطلع للقاء مطول للحديث عن هموم الإعلاميين في مصر. بشكر حضرتك جدا جدا الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة السابقة.